تقول الفتاة أنا معجبة بشاب، فماذا أفعل؟ وبتعمل لك هيك وكيوت ومش عارف إيش حتى تعلم ماذا تفعلين. تابع معنا هذا المقطع. معكم عبد الشكور اللبيدي من برنامج صناع التغيير. رسالة لكل فتاة بتحب شاب وما عارفة، أول مرحلة أنا بحبه بس بعد ما قلت له أنه أنا بحبه، أنا معجبة فيه بس أنا ما قلت له أنه أنا معجبة فيه، ما بعرف إذا هو معجب فيني ما معجب فيني، بده إياني ما بده إياني. طب أخبره؟ أخبره إذا يعني أخبره أنه أنا بحبه ولا ما أخبره؟ أوعد خبريه. ليه؟ نحن منع أيام الصحابة، أيام الصحابة كانت المرأة ممكن تعرض حالها على رجل أمر طبيعي، بس بعرفنا الأعوج إذا مرأة أو بنت عرضت حالها على شاب حيشوف أنه لا والله عندها قلة حياء. هو الأصل أنه هذا الأمر جائز وهذا الأمر كانت تفعله كبار الصحابة، بس مجتمعنا ما حيتفهم هالشي، حيشوف أنه يا إما عندها قلة حياء أو عندها جرأة، يعني حيحط علامات تعجب، وهذا من بسبب أنه مجتمعنا هو اللي أعوج، تربى مجتمع أعوج فحيحط براسه هالفكرة. إذا أنت قلتي له طيب أنا كيف بدي أوصل لهالنقطة، ممكن ندخل وسيط. كيف حالة ابنة شعيب لما قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين؟ حس أنه في إعجاب فعرض عليه، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. أنت فيك تستعيني بإمرأة، بأمك، بوالدتك، إمرأة كبيرة تيجي تسأل هالشاب تقول له والله في واحدة معجبة فيك بدك تتزوج، حضرتك مخطوب، مطلوب، متغائب، قادر تفتح بيت، يعني شوف شو وضعه، بركي ما قادر يتزوج، بركي حاطط براسه بده يسافر، بركي لا والله حاطط براسه واحدة معينة بده إياها، فساعتها تعرف في وضعك انه لا هذا الشخص ما بده، وما بنكون دخلنا الشيطان بالعلاقه المباشره انه والله حبه غرام صار يحبك وصرت تحبيه وهو ما قدر اساسا يتجوز بالاساس، لا هون مصيبه. فدخل دائما وسيط، ودائما الوسيط ما يكون صاحبتك، عشان في كثير من الاحيان تدخل صاحبتك الوسيطه لحتى تقول له انه صاحبتي بتحبك، سبحان الله بعد شوي بنلاقيهم حبوا بعض، يا سبحان الله والله بتصير احسن عائلات. فما تكون صاحبتك، رجاء لطفا دخل امراه كبيره او رجل كبير لحتى هو اللي يعمل الواسطه. طب النقطه الثانيه، خبرناه وطلع ما بده بس بعدنا بحبه، او خبرناه وطلع بده، طلع بده اهله وسهله يجي يطلبك. طب طلع ما بده انت شو بتعملي؟ وبعدك والله يا شيخ بعد قلبي عم بوجعني، انا بعدني بحبه وبدي اياه، شو بعمل؟ ايوه بدك تنفذي اللي بدي اعمل، يعني مش تقولي شو بدي اعمل واخر شيء اقولك شو تعمل وتحمل حالك وما تنفذيه. تمام تمام. اول نقطه بدك تقطع العوامل اللي بتخليك تتاثري فيه، يعني معك رقمه بينحذف رقمه بسم الله ما شاء الله فجاه يطير من التليفون، واذا في تواصل والله وصداقه بلوك بنص راسه، لا لازم بلوك 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 وبلوك ثلاثي، يعني بلوك واتساب زائد ماسنجر وانستغرام وبلوك حتى على الرقم على الاتصال على الرسائل كمان بلوك، وحذف رقم لحتى ما يكون في امل الواحد يقدر يرجعه، فهول بلوكات مع بعض عشان ما يكون في، طول ما في تواصل وفي الفه تسقط الكلفه وبزيد الحب والشيطان بيدخل ويا سلام بنقطعها. تمام؟ ما بنخلي وسيله نتواصل مع هالشخص، هي واحد. اثنين، طب ما بعدنا بحبه، هلا خلينا احنا نخلص واحد، خلصنا واحد، اثنين، بكثرة الدعاء، بدعاء الغريق، يعني هذه مسألة ليس لها من دون الله كاشفة. بعض تفسير العلماء ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال بعض العلماء هو العشق، انه حدا يعشق حدا وما يقدر يوصل له. النقطة الثالثة، طب أنا فيني أدعي إنه أنا آخذه؟ لا. بهالمرحلة ما بنصح كنصيحة شخصية، ما بنصح تدعي انه انت تاخديه. ليه؟ انت لما مثلا بدك اكس من الناس ويا رب يطلع لفلان وفلان، واجاك شخص تاني على دينه وخلقه شريك وبيحبك ورضيانك وكذا، بس انت قلبك معلق بالشخص التاني وكترت من الدعاء، تلفظت بالدعاء كتير باسمه، قلبك حيضله معلق فيه. فلا، انت ادعي يا رب ارزقني الزوج الصالح. انت مش بدك شخص يسعدك ويهنيك وتتستتي معه ويحبك وتحبي؟ طيب ما ضروري يكون هالشخص، ممكن الله يرزق شخص تاني، بل انت ادعي يا رب بدي الزوج الصالح اللي يسعدني واسعده. ما تخلي الوهم اللي عندك انه انا ما حاكون مبسوطه غير مع هالشخص. ليه؟ رب العالمين كتب السعاده معه، ما كتب مع غيره؟ نحن لا نعلم المستقبل، والله يعلم وانتم لا تعلمون، فبندعي يا رب اختر لي فاني لا احسن الاختيار، ونترك الامر لله سبحانه وتعالى، وبندعي يا رب لا تعلق قلبي بما ليس لي، بنكثر من هالدعاء، يا رب لا تعلق قلبي بما ليس لي. إذا عجبك المقطع يا ريت تعملي لايك وتشتركي بالقناة عشان تشوف المقاطع الجديدة، وإذا ما عجبك المقطع ممكن تكتبي لي تحت بالتعليق إنه ما عجبك المقطع، وأنا بتفهم إنه ما حيعجبك المقطع واحتمال تعملي لي البلوك بدل ما تعملي له البلوك، أنا بتفهم على الموضوع، يعني كثير بيصير معي، يعني مرة سابقا واحدة حكيتني قلت لها اعملي بلوك للي بتحبيه عشان ترتاحي، فعملت لي بلوك لإلي عادي، يعني متوقع هالشيء، ففيك تفوت تدق فيني وتعملي البلوك عادي مش مشكلة، بتقبل هالموضوع. الله يرضى عنكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.